كيف كنعرفوا الجميع بان يعني كاين طرق عديده باش نجيبوا الترافيك، لا شك ان سيو كيبقى هو كي كنقولوا هو الكينغ. علاش؟ لانه اون فوا لو سيت ديالك كيولي مبوزيسيوني في دي كي وورد اللي غنوريكم ان شاء الله كيفاش تلقاوهم، كيولي كيجيك واحد الترافيك اللي باسيف اللي انت ما كدير حتى شي جهد، وكيجي كيكون عندك دي فيزيت لو سيت ديالك. واكثر من هذا كنعرفوا بان الترافيك اللي كيجي من لي موتور دو ريشيرش كيكون ان ترافيك اللي تري انتريسي بلو برودوي ديالك، ماشي عكس فيسبوك ولي زوتر بلاتفورم. الناس ما كيديروش اون ريشيرش باش يلقاو لو سيت ديالك، كيكون غير كيدورو كيطلع لهم لو سيت ديالك. باغ كونطخ في لي موتور دو ريشيرش الناس كيقلبوا على المنتوج ديالك ولا على لو سيرفيس ديالك. دونك هادي الحاجه الاولى هو انه كاين ترافيك باسيف. الحاجه الثانيه هو انه اون فوا كيكون عندك ان سيت كي ريفيرونسي ما كتخلص عليه حتى شي ريال، يعني فابور. دونك كاين لو كان الاول هو انك ما كتخدمش بزاف، والكان الثاني ما كتخدمش بزاف اون فوا كتطري في الوصل، والكان الثاني هو انك ما كتخلصش بزاف تاع الفلوس باش يجيك هذا الترافيك هذا. دونك هادو هما جوج الاسباب. واخا الا سمحتي غير واحد المقاطعه بسيطه، شنو كاينين الناس اللي كيقول لك بالما السي او ماشي طريقه ناجعه لتسويق بعض المنتجات، وانه كيبقى مثلا فيسبوك انني ندير اشهارات في فيسبوك هي افضل من انني نخدم على مواقع ونجيب ان ترافيك عن طريق السي او. كما قلت السي امين، نورمالمون لو ترافيك اللي كاين في لي ريزو سوسيو ماشي ان ترافيك اللي كيقلب على ان برودوي. باغ كونط فاش انا كنمشي كندير مثلا اوتيل مراكش، انا كنقلب على اوتيل مراكش، ماشي فاش كنكون كنسكرولي فيسبوك كيطلع لي شي برودوي. هذا كيتسمى نقدر نقول لك كولد ترافيك، دونك واحد الترافيك اللي بحال نقدر نقولوا بارد، باقي خصو خدمه، باقي خصك تشد الايميل ديالو، باقي خصك تدير ليه الوارمين عاد كتقدر تبيع عليه. باغ كونط انا فاش في السيت ديالي الا كان ريفيرونسي واحد دار مثلا كومبينغ مثلا في اكادير، هذا كيقلب على كومبينغ. الا كانت ريفيرونسي لا بروبابيليتي انه يكون كونفيرت فوالا كتكون طالعه. شنو 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 كتقصد كونفيرت؟ لانه بطبيعه الحال كاينين الناس هنا اللي كيسمعوا لها دابا كاينين بعض المصطلحات التقنيه اللي ما كيضبطوهاش، فشنو كنقصدوا بالكونفيرت؟ شنو كتقصد انا واحد كيقلب وتيتكونفيرت؟ داكور، دونك لا كونفيرسيون هي لاكسيون اللي انت لو سيت ديالك كيديرها باش انت تحقق واحد الربحيه. مثلا يا اما كيغيزيرفي لوطيل، يا اما كيشري من عندك شي سلعه، يا اما كيتيليشارجي واحد البي دي اف وكيعطيك الايميل ولو نون ديالو. دونك هادو كيتسماو دي زاكسيون اللي كنقولوا لهم حنا دي كونفيرسيون. سي اباز ديال هاد لي كونفيرسيون انت كتحقق واحد لوبجيكتيف فينال. مثلا الا كنتي كتبيع، راه كتبيع في البلاصه كيدخل لاباج دو فونت كيقرا ديسكريبسيون كتبيع. الا كنتي كتجمع ليست ديالك وكدير ليميلين باش من بعد سوا تبيع ليه ان برودوي ديالك ولا دير لافيليا ما يسمى بالتثبيت الزائر. اكزاكتومون، دونك يعني ملي كيدخل الايميل اكزاكتومون كيتسمى ليست بيلدين، يعني كتشد الايميل لو نون الايميل ديالو كيدوز من واحد البروسيس اللي نورمالمون هذيك لاباج كتكون نورمالمون ملي ان اوتو ريبوندور. هذاك الاوتو ريبوندور كيكون ملي بواحد السيري ديال لي ايميل، هذيك السيري ديال لي ايميل كتحطها انت. ندير حنا ان سيت ان اكزومبل تخي سامبل، مثلا انايا بغيت ندير واحد السيت مثلا على الويت لوس مثلا اكزومبل. دونك شنو كندير انا؟ كندير واحد اللاندين بيج كنعطي فيها واحد سكون ابيل ليد ماغنيت، يعني كنشد ليد ماغنيت هو مسقيه ليد هي البروسبي. دونك كنحاول نجر هذا البروسبي عندي باش نشد ايميل ديالو. اون فوا كنشد ايميل ديالو شنو كنعطي؟ بيان سور كنعطي هذاك البي دي اف ولا ديك لا فيديو غراتويتمون، ولا كنقدر كاع دي فوا نبيع عليه بواحد الدولار ولا شي حاجه باش نسيباري الفريبي سيكرز مع الناس اللي كيشريو. وما اون فوا كنشد الايميل ديالو كنبدا في واحد الخدمه اخرى اللي كيقلنا ديال الورمين. مثلا النهار الاول كنصيفط ليه دابا سي مصطفى، غير باش نكونوا، لان دابا الناس كلهم اللي كيشوفونا ماشي كلشي بطبيعه الحال، ولكن كاين الناس اللي دابا كيتفرجوا فينا ما كيفهمش اشنو هي ليد. دابا انت دابا فهمتي تهضر تقنيا 100% مزيان، غير هو شنو كتقصد بليد باش الناس يتبعوا معنا يفهموا دابا يفهموا معنا المصطلح. ولا انا نشوف باش نبسطوا المساله، انا غادي نعاود نترجم هذا الشيء اللي قال السي مراد باش يكون مصطفى باش يفهموا معايا الدراري. دابا اش كنقصدوا حنا بليد؟ هو انه دابا مثلا واحد كيكتب شي حاجه في جوجل كيدخل للسيت ويب ديالك، هذاك اللي كيدخل للسيت ويب ديالك انت خصك اول حاجه دير ليه هو انك خاصك هذا اللي سماه هو الماغنيت، خاصك تجبدو عندك، خصو يتجبد عندك. كيفاش غنجبد عندي؟ اما كدير ليه شي كطلع عنده شي بوب اب ولا شي لعيبه في وسط لاباج كتقول ليه مثلا انت كتقلب على هذه، ايوا انا غادي نعطيك مثلا واحد الكتاب فابور باش انك مثلا تاخذ هذه اللعيبه غتاخذها فابور. اش كيدير في هذاك في هذيك اللعيبه اللي كطلع عليه هو؟ كدير واحد البلاصه الايميل كتقول ليه ولا بغيتيها فابور حط الايميل ديالك. انت علاش كتجمع هذا
كيتسمى انا احاول ان ابسط. يعني انت هناش كدير كتجمع لي ليد، تجمع هذوك الناس، هذوك الناس ملي كيجيو كيحطوا لي زيميل ديالهم وكيتسجلوا، يعني كتولي عندك الايميل ديالو، كيولي عندك الايميل ديالو. ملي تولي عندك الايميل ديالو كتقدر انك تدوز من مرحله اخرى، انك تبقى تتصيفط ليه دي بروموسيون. كاينين شركات اللي كيكون عندهم منتجات، اما منتجات سياحيه انت على تبقى هنا على ما يسمى بالنيش، كتنيش. يعني انت مثلا الا كان الموقع ديالك يتحدث عن السياحه، اذا انت غادي تروج جميع المنتجات السياحيه، مثلا فنادق، يعني فنادق اللي كتحتاج مثلا انه مسوقين، يعني تجيب ليها واحد الكلاينت يشد من عندها فندق، انت غتاخذ عموله. مثلا واحد الشخص يقلب على طائره، غتجيب له يشد طائره بثمن رخيص وانت غتاخذ عموله. يعني انت كتحاول انك تجيبه باش يشري من عندك شي حاجه. طبيعه الحال هنا كتصاوب واحد السيت اللي تيكون هو كيهضر على هذيك النيش، اوكي، اللي كتكون تتمى نيش. مي دابا راه كنهضروا حاليا كنهضروا حتى في مايكرو نيش، يعني كنهضروا نيش داخل نيش. فانت ملي كتجيبو وكتخليه يدخل هذاك الايميل، يعني هنا كتجمع لي كتجمع 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 واحد القاعده في البيانات. هذيك قاعده البيانات اللي كتجمع هي من بعد كتولي كتصيفط ليها انت لي بروموسيون.